Marşı gel atarak kuruyor kuruyor ustakide. Ak. في سميتو أكيا يلاه نتوما في هذا الجبل كيدخلوا الناس للبحر الداخل وكيتصوروا مع هذا الجبل شتو نمشيو نشوفوا الميه ديالو واش نقيه ولا قيقيه ولا لا طبيعة العاد غتكون قيقيه باينه من هنا شو شوفوا شوفوا الله يتحلف عليه باللي واد ماشي بحر دابا كيفاش درنا تدخلنا للبلاج بريفي هذا البلاج بريفي ماشي فابور خوتي هذا كتخليه 150 ليرة ولكن وقفنا على السيكيورتي قال لنا 150 ليرة قلت ليه شوف قلت ليه حنا بغينا نمشيو هاد الطواليط راه البنت معنا مجدة مزيرة باغا تمشي للطواليط عافاك و نص ساعة نخرجو قال هو مسكين مكلاخ ما عرفناش مغاربة قال لنا صافي ماشي مشكل دخلو انا مالي هزيت الساك ديالي فيه الكاميرا فيه الدرون كلشي غنطير وغنصور ون فلوغي ما شافني حد ما تقولوهاش ليه خليو داكشي بيناتنا حنا كل واحد باش نطلعو فلوغ بيلي كيفابور شوفوا الماء شحال نقي انا دابا فين ما كنمشي شي بلاصه كنبارطاجي معكم درجه النقاوه ديال الماء ولكن صراحه صباع رجلي هما اللي ماشي ديال هاد الماء هذا التوب صباع كي دايرين يلا يلا نمشيو بحال لا صافي حنا مازالين معكم مكملين في الطريق انا في الساحه واقف لي عرفتوا حنا شادين الطريق غادي لواحد البلاصه اخرى صدمت بواحد المنظر وقفت وقفت الطريق باش نشوف هذا المنظر نتامل فيه نصوروا لكم درون فلوغي فيه من هنا ونصور لكم لي ستوري عرفتي واحد المنظر والله الا سبحان الله العظيم شوفوا معايا وردوا عليا في الميساج كي جاكم شوفوا سبحان الله العظيم شوفوا الشمال والطبيعة والبحر فاش كيتخلطوا باش كيعطيونا واحد المنظر كي داير شوفوا سبحان الله وحق الله الا شي حاجة اللي واعرة بالله انتوما جينا لوحدة من بين احسن المارينات اللي شفت والله العظيم كبيرة واعرة بزاف شوفوا معايا قداش مارينا كبيرة ديال بصح وزويونة صراحة نشوف واعرة ديال بصح واعرة ديال بصح ويلي على غروب شوفوا هاد السانسيت سبحان الله زوين هاد الشي غادي نزيد نكمل نصور حيت قريبة الشمس طيح وخاصني نصور قبل ما طيح ما حدا مازال معلقة شوف الاخوان دابا كل واحد يختار لي خد ديالو سمعتوني كل واحد يختار لي خد ديالو وصافي ولاباس علينا حتى حفيظ شنو بغيتي هنا واحد هذا انايا هذا هذا ديال حفيظ انت هنا واحد هذا قدامي هذاك حل ها قري قري القري هذا انا ناخذ هذا صافي تبارك الله عليكم الاخوان يلا نمشي والله طونس نباتو لا طونس هاي كنا الناموس عاوتاني يلا الناموس كيتسنى ناخذ الطونس كيفاش؟ قلت لك علاش لا ممكن شي نهار يكون عندك واش غيكون عندك؟ شي واحد بحال هذا اليخت ما عرفتيش والو ديال حاسق بالحاسق قالك يكون عندك اليخت هذا واحد من دوك الناس اللي كيامنوا دوك المقولات ديال فكر في الفلوس ما تفكرش في الفقر غادي يجي عندك كذاب والله كذوب ما كاينش دوك الناس العميقين ما كاينش داكشي والو مسكين والو انت كتفرج سيمولايف بزاف لا ما يمكنش تبارك الله على السي حفيظ الله يبارك فيك نعم مول اليخت اليخت زاي كيتزنك يا نعم الصا ضرب الفريد تضرب حفيظ حفيظ فيق فيق مول اليخت فيق اليخت كيتزنك شبعتي نعاس زاي انا موس عارف فلوس اليخت هادوك اجي واجي وسمعوني كندوي في تركيا نتقدا الفطور في تركيا سمعوا سمعوا كتموتوا بالضحك أبي دي مرتفع ما؟ كان عارف التركي ما يسحبش ليكم ما كان عارفش السنين ديال تركيا كان كان بيش نعيق عليكم بالتركي وصافي بطريقة أخرى تبارك الله أنا معلم دابا دابا في السويقة في المارشي ديال الأطراف كل يوم اليوم السقيدة هاك انتوما انتوما السيدة كتبيع الزيت
من المزرعه ديالها زيت العداوات تقداو عندها ب 20 ليره يعني تقريبا شي 27 درهم. ها هي هذه المزرعه ديالها هي. هيا تورينا التصاور الوقيدة ديال المزرعه. البلاصه شعبيه حدا هاد السوق اللي تقدينا فيه كياكلوا فيها الناس يعني هادشي رخيص عندهم بحال راك كتاكل في بورصه ولا شي حاجه شي بلاصه رخيصه. غنشوف